مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنة ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، هنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم دكتورة هايدي أحمد موسى مفتش آثار بوزارة الآثار. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. سادة المستمعين، اسمحوا لي ان انا اصطحب حضراتكم النهاردة في جولة او زيارة لمكان جديد، مكان تراثي غالي على قلوبنا، مميز ليس لقيمة المكان ولكن لقيمة المقتنيات الموجودة بهذا المكان وقيمة وقامة صاحبة هذه المقتنيات. الحقيقة ان احنا النهاردة هنكون في زيارة لمتحف سيدة الغناء العربية السيدة ام كلثوم ابراهيم، والمتحف ده موجود في منطقة مانيا للروضة داخل قاعة ملحقة بقصر المنسترلي مطل على النيل. بتبلغ مساحة المتحف حوالي 250 متر، تم افتتاحه رسميا يوم 28 ديسمبر عام 2001 ميلادي، وتم اختيار المكان ده لإقامة المتحف نظرا لان الفيلا الخاص بسيدة الغناء العربية ام كلثوم او السكن الخاص بيها كانت موجودة في الزمالك وتم بيعها وهدمها من قبل الورثة بعد وفاتها، وقيل مكانها برج حاليا، فلذلك وقع الاختيار على هذا المكان. وتم التفكير في تجهيز وإقامة المتحف منذ أواخر إبريل عام 1998 ميلادي، عرفانا بالدور الخاد اللي لعبته سيدة الغناء العربي في إثراء الوجدان والفن والذوق المصري والعربي بالعديد من الأشياء الجميلة من خلال غنائها، سواء للأغنيات للتقاطيق للقصائد، فهي أثرت الوجدان العربي وغنت جميع ألوان الغناء الموجودة في عصرها ونجحت فيها كلها نجاحا باهرا وأدتها جميعا ببراعة وإحساس شديد جدا. وقع الاختيار على المكان ده، والمكان بتاع المتحف احنا بنقول منطقة المقياس، وده لوجود مقياس النيل بيو، ده أثر بيرجع للعصر العباسي فضلا عن وجود قصر حسن فؤاد باشا المنسترلي والمسجد الخاص بيه. اسمحوا لي بس قبل ما ندخل المتحف ونتكلم عن المقتنيات الموجودة فيه، لابد أن نكون في جولة نتصل فيها روحيا مع سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. مين هي أم كلثوم وإيه هي حياتها بشكل مختصر مبسط؟ هي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي، لقبت بأم كلثوم وعرفت بعدة ألقاب منها ثومة، الست، كوكب الشرق، سيدة الغناء العربي، الجامعة العربية، هرم مصر الرابع. ولدت في أسرة متواضعة في قرية ريفية تسمى طماي الزهيرة بمركز السند اللوين محافظة الدقهلية. والدها هو الشيخ إبراهيم إمام ومؤذن المسجد الموجود في القرية، والدتها هي سيدة فاطمة المليجي. تضربت الآراء حول تاريخ ميلادها، وإن كان الأقرب إلى الصح هو 4 مايو سنة 1908 ميلادي، وكان مصدر دخل والدها الشيخ إبراهيم من خلال حفلات الزفاف في القرية، بأنه كان بيقوم بالإنشاد وإلقاء المدائح في حفلات الزفاف. والدها الحقيقة هو ألحقها بالكتاب لتعلم مبادئ القراءة والكتابة وأيضا حفظ القرآن الكريم، ويمكن ده اللي أفادها جدا في غناء القصائد وإتقانها للغة العربية الفصحى ومخارج الحروف من وهي في سن صغيرة. وكان والدها بيقوم بالإنشاد، وطبعا كان دوره أنه بيعلم أخيها خالد أنه هو أيضا ينشد معاه. وفي الحقيقة ان خالد ما كانش سريع الحفظ ومتقن في الإلقاء، ولكن ام كلثوم كانت بتسمع اللي كان بيقوله والدها، وبدأت هي اللي تحفظه وتردده لغاية ما في مرة من مراته وهي بتلعب وبتردد ما كان يلقي والدها على اخوها خالد، فسمعها والدها وهي بتلعب وهي بتردده فانبهر من جمال صوتها ودقة ادائها وحفظها الصح للمدائح والنبوية اللي كانت بتقال بتاعت آل البيت ومدائح نبوية.
الحقيقة ان والدها قرر بقى ان هو يصطحبها معاه في الفرح القادم، وضحك عليها بانه طبعا هيديها حاجات حلوة من الفرح ده عشان ترضى ان هي تروح معاه، لانها كانت طفلة في سن صغير وبدأت الغناء من وقتها. لما سمع صوتها القاضي علي بك ابو حسين قال لوالدها: لديك كنز لا تعرف قدره يكمن في حنجرة ابنتك، فاعتني بها. وفي الحقيقة ان الشيخ ابراهيم البلتاجي قرر ان هو يبتدي يفكر في الموهبة الربانية اللي ربنا حبى بيها بنته دونا عن غيرها، واللي حتى اخوها الشيخ خالد ما قدرش ان هو يكون زيها، رغم ان كانت امنية والدها ان الشيخ خالد هو اللي يكون كده. بدأ صيت ام كلثوم بقى يذيع وتشتهر وتتعرف في القرية وفي القرى المجاورة. وفي مرة من المرات وهم في القطار هي ووالدها رايحين ينشدوا في احد الافراح، كان في القطر ده الشيخ ابو العلا محمد، وهي ما كانتش تعرف، وكانت بتدندن اغاني الشيخ ابو العلا محمد، فسمعها الشيخ ابو العلا محمد واعجب جدا بصوتها. وبعد الحاح شديد من الشيخ زكريا احمد وابو العلا محمد على والدها، جت ام كلثوم الى القاهرة في عام 1922 ميلادي بصحبة اسرتها، وكانت دي هي الخطوة الأولى في مشوارها الفني، وكان ده من خلال إحيائها لليلة الإسراء والمعراج واللي تمت في قصر عز الدين يكن باشا، وأخذت وقتها أجر 3 جنيه، وادتها سيدة القصر وقتها خاتم ذهب. طبعا دي وقتها في الوقت ده كانت أجرة كبيرة جدا، وكان شيء عظيم جدا في التوقيت ده. استقرت في القاهرة نهائيا، وبدأت تغني في مسرح التوسفور في ميدان رمسيس بدون فرقة موسيقية، وغنت أيضا على مسرح حديقة الأزبكية، واشتهرت بقصيدة وحقك أنت المنى والطلب، ودي كانت هي أول مرة يتطبع فيها اسطوانة بصوت السيدة أم كلثوم، وكان ده في منتصف العشرينات، واتباع منها حوالي 1800 اسطوانة، وده كان عدد ضخم جدا انه يتباع لمطربة شابة في التوقيت ده في وجود فطاحل الغناء وقتها، سواء السلطانة منيرة المهدية، فتحية أحمد، توحيدة، وغيرهم من المطربات هذا العصر اللي كان ليهم شهرة وصيت كبير جدا. لكن أم كلثوم قدرت من الوهلة الأولى إنها تخطف الأذان والقلوب بصوتها وأدائها. اتعلمت أم كلثوم بعد كده أصول الموسيقى من أمين المهدي، وأيضا عزف العود، ومحمود رحمي، ومحمد الأصبكي. وفي عام 1924 حدث أول تعاون بينها وبين الشاعر أحمد رامي في أغنية الصد بتفضحه عيونه، ولحنها في التوقيت ده الشيخ أبو العلا محمد. بدأ بقى محمد الأصبجي إن هو يعد أم كلثوم فنيا ومعنويا، وكان أهم حاجة مهتم بيها إن يعمل لها فرقة موسيقية أو تخت خاص بيها يعزف معها، لأن مش هينفع إنها تقعد تغني بعد كده من غير ما يكون ليها فرقة موسيقية. وفعلا بدأ يكون ليها أول تخت بديها عن بطاناتها المعممة، لأن طبعا كانوا كلهم بيغنوا بالعمامة وبالبلطو والعقال، طبعا ده كان نوع غريب جدا على القاهرة إن في حد بيغني بالطريقة دي أو في بطانة وراها بالطريقة دي. وبعدين لما علمت طبعا روزا اليوسف بالبطانة المعممة دي شنت عليها الهجوم، وده اللي خلى الأصبجي يقف جنبها ويعمل لها الفرقة الموسيقية الخاصة بيها. فعام 1928 ميلادي لمعت أم كلثوم وغنت مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية، وحققت الاسطوانة دي أعلى مبيعات على الإطلاق في 31 مايو سنة 1934 ميلادي. أم كلثوم من أول المطربات اللي غنت في الإذاعة المصرية بعد افتتاحها، ولحن لها أيضا الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، وعمل أول أغنية تعاونوا فيها مع بعض وهي على بلد المحبوب والديني، وظل يلحن لها بعد ذلك لمدة 40 عام منذ عام 1935 ميلادي، يعني استمر معها لغاية 1975 ميلادي، يعني وقت تاريخ وفاتها. بعد قيام ثورة يوليو تم منع إذاعة أغاني أم كلثوم تماما، وتم حظر أغانيها، وتم أيضا إقصائها من منصب نقيب الموسيقيين باعتبارها مطربة العهد البائد وأيضا صاحبة العصمة، نظرا لأنها حصلت على نشان أو وسام الكمال من الملك فاروق الأول. وصل الأمر رئيس جمال عبد الناصر شخصيا، واللي اعتنى بده وألغى القرار على الفور سنة 54، وعادت أم كلثوم للغناء من جديد، ولكن بدأ يداهمها مرض الغدة الدرقية، وده اللي خلاها تلبس نظارة سودة في أغلب الأوقات، وأيضا أدى لأن عينيها تكون جحظة. في 29 أكتوبر غنت أم كلثوم نشيد صلاح جاهين والله زمان يا سلاحي، وده كان من أعظم الأغاني أو الأناشيد الوطنية اللي كانت بتحث على الجهاد ودفاع عن الوطن والأرض والعرض، وأصبح نشيدا قوميا
ولحنوا ليها كمال الطويل، وفي ليلة حفظت النشيد وتلحن وتغنى في ليلة واحدة على ضوء الشموع نتيجة لظروف الحرب وقتها. في عام 1964 ميلادي تم لقاء الصحاب بينها وبين موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب في أغنية أنت عمري. وبعد النكسة الحقيقة الشعب المصري كله قابلها بحزن وصدمة شديدة، أم كلثوم قررت أنها تخرج من أحزانها وتكون بجانب بلدها بالفعل وليس بالكلام فقط، وكانت من أوائل المطربين اللي أقاموا حفلات داخل مصر وخارجها للتبرع للمجهود الحربي. وفي ليلتي 13 و15 نوفمبر 1967 ميلادي غنت أم كلثوم على مسرح الأولمبيا، أشهر المسارح على الإطلاق. تشكلت أول لجنة للبحث واستلام مقتنيات متحف أم كلثوم بتاريخ 5 أغسطس سنة 1998 ميلادي. والحقيقة أن المتحف بيشتمل على قاعة رئيسية كبيرة، وبتشتمل هذه القاعة على 8 فترين بتضم مجموعة من الصور النادرة الخاصة بست الغناء العربية أم كلثوم والمجمعة بطريقة الكولاج، من بينها صورة لها مع طفل وهو بيمسك بضفايرها الطويلة، وأيضا هي بتمسك بشعره، وصورة تانية لها وهي موجودة إحدى عشاش راس البر في المصيف، وصورة لها أيضا بالزي المغربي اللي هو القفطان المغربي الجميل، وصورة لها بالزي البدوي وعلى راسها إناء من الفخار كبير، وصورة لها مع السيدة بديعة مصابني أشهر من كان له كازينو غنى فيه عمالقة الغناء المصري في زمن الفن الجميل في بداياتهم وقفت جنبهم، وصورة ليها أيضا مع موسيقار محمد عبد الوهاب، وبعض الصور ليها في مراحلها العمرية المختلفة، فضلا عن صور لها من بعض المشاهد في أفلامها. الحقيقة أن أم كلثوم قدمت مجموعة من الأفلام عددها 6 أفلام في تاريخها الفني، وكانوا في فترة زمنية قصيرة في فترة بين 1935 و1948 ميلادي. الأغاني اللي هي أدتها في هذه الأفلام أثرت هذه الأفلام بشكل كبير جدا، والأفلام الستة هما وداد، نشيد الأمل، دنانير، عايدة، سلامة، فاطمة. هنلاقي احنا قلنا ان في قاعة رئيسية، احنا اول ما بندخل بين عند باب المتحف بتقابلنا فاترينة جميلة، محطوط في الفاترينة دي منديل احمر وايضا نظارة سودة مرصعة بالألماس. الحقيقة ان ام كلثوم هي المطربة الوحيدة اللي غنت وهي ماسكة منديل، واشتهرت بالموضوع ده ان هي ما تعرفش تغني من غير ما تكون هي ماسكة منديل. ويمكن البعض ارجع ده ان هي في بدايتها كان بيحصل لها نوع من الاضطراب او القلق من مواجهة الجمهور، فكانت بتمسك المنديل يعني كان بيديها زي قوة او تشجيع، وارتبطت ده والتصقت بها هذه الصفة الى نهاية عمرها انها لما بتغني تمسك منديل في ايدها وتبتدي في الغناء. الحقيقة كمان ان بتقابلنا بقى فاترينا كبيرة جميلة جدا فيها مجموعة من الفساتين الجميلة تصميميا وشكلا ولونا، واللي ارتدتها سيدة الغناء العربي في حفلاتها المختلفة، من بينها فستان من الدانتيل الاخضر ارتدته في حفلتها في تونس، وفستان من التل الذهبي المشغول بالخرز وده كان من اهداء سفارة باكستان ليها، وفستان اصفر فاتح ارتدته لما غنت اغنية يا مسهرني، واللي كانت من اواخر الاغاني اللي غنتها سيدة الغناء العربي وتكاد تكون اخر اغنية، واللي كانت من الحان الموسيقار الجميل سيد مكاوي. وايضا في عندنا فستان اسود مشغول بالحجر الاخضر والخرز غنت بيه اغنية فكروني، فستان تاني من الشيفون الابيض المشغول باللولي وغنت بيه قصيدة الاطلال. ده فيما يخص الملابس او بعض الملابس الخاصة بسيدة الغناء العربي. هنلاقي عندنا بقى في مواجهة يعني بعد ما نخلص الباترينا دي قدامنا كده على طول، هنلاقي جهاز جرامافون جميل جدا، جرامافون اللي هو مشغل الاسطوانات، لان طبعا زمان ما كانش فيه لا كاسيت ولا سي دي ولا كل الكلام ده، ولكن كان الجرامافون والاسطوانات. فالجرامافون ده هو من الخشب، وفي احدى الاسطوانات اللي من انتاج شركة اوديون، وهي الشركة اللي كانت بتنتج اسطوانات ام كلثوم. والحقيقة ان هو حالته جيدة جدا وبيرجعنا لزمن الفن الجميل
وإيه هي الحاجات اللي كانت مستخدمة في تشغيل وسماع الأغنيات. هنلاقي عندنا باترينا تانية فيها مجموعة ضخمة من الأوسمة والنياشين اللي حصلت عليها سيدة الغناء العربي، ومن بينها نشان الكمال طبعا، وده اللي ادهولها الملك فاروق عام 1946 ميلادي، واللي اداها لقب صاحبة العصمة، واللي للأسف الشديد العيلة المالكة قبلت ده باستياء ورفض شديد جدا، لأن ده ما كانش جهد غل لأميرات العيلة المالكة أو لزوجات الرؤساء والأمراء والنبلاء، فما كانش من السهل ان اي حد ياخد لقب صاحبة العصمة ونشان الكمال، وده اللي خلى العائلة المالكة في التوقيت ده غضبت غضب شديد ان ازاي فلاحة مصرية تتساوى راسها براس الامراء والنبلاء وتحصل على نشان الكمال. من ضمن ايضا الاوسمة والنياشين وسام مقرضة الاستحقاق المصري، وسام النهضة المهدى من ملك الاردن الملك حسين بن طلال، وسام المملكة العراقية من الملك فيصل الاول، وسام ونوط الجمهورية التونسية، قلادة لبنان، وسام الامتياز الباكستاني، وسام الكفاءة الفكرية من المملكة المغربية، وسام الاستحقاق السوري قلادة النيل من مصر. ده بعض من الأوسمة والنياشين اللي حصلت عليها سيدة الغناء العربي أم كلثوم، اللي طافت وجابت العديد من الدول سواء العربية أو الأوروبية، وغنت لمصر ومن أجل مصر ومن أجل الفن المصري وإصراءه. هنلاقي عندنا بعد كده في باترينا اخرى فيها بعض المتعلقات الخاصة بسيادة الغناء العربي، منها جواز السفر الخاص بيها وجواز السفر الدبلوماسي اللي حصلت عليه ايضا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ونظارة سودة مطعمة ومرصعة بالماس، وبطاقة عضوية خاصة بنادي الطيران، وقصائد واغاني بخط الشاعر احمد رامي، ومفكرة ام كلثوم اليومية وكانت بتاريخ 1954 ميلادي، ومصحف يد مطعم بالصدف، ومصحف اخر بنفس الشكل ولكن كبير ومطعم بالصدف ايضا، نظارة لفحص ومشاهدة الشرائح الخاصة ببعض الافلام السينمائية اللي كانت بتعملها، بعض القفازات او الجوانتيات من الجلد، فضلا عن ميدالية اهديت للمتحف من عمل الفنان اللبناني عفيف دمشقية، واللي كانت اهدى عدد كبير منها لسيدة الغناء العربي ام كلثوم في عام 1972 ميلادي خلال زيارتها للبنان. هنلاقي بعد كده في باترينا اخرى، الحقيقة ان الباترينا دي رغم ان فيها قطعتين بس معروضين من المقتنيات، لكن هي باترينا قوية جدا، لان فيها العود الخاص بام كلثوم واللي موجود عليه النسر الخاص بالعلم المصري، وايضا موجود عليه عبارة جميلة جدا لا يعرف المرء في عصره، والحقيقة ان ما يبقى مع الانسان اثره في عصر تركه، بمعنى اصح ان ام كلثوم ان كانت عرفت في عصرها فهي عرفت اكثر واكثر في عصرها، وستعرف ايضا باذن الله في العصور اللاحقة باحترامها لفنها ولنفسها ولبلدها. وايضا موجود مع العود ده اعلان عن حفله ساهره تحييها ام كلثوم، ويعلن فيها ان هي كمان هتعزف فيها على العود، ودي كانت على مسرح رمسيس يوم السبت الموافق 10 يناير، يعني هي كانت هتعمل الحفله وهتعزف ايضا على العود اثناء الغناء. وطبعا الهلال الماسي الشهير والاشهر في تاريخ ام كلثوم واللي ارتدته في عدد كبير جدا من حفلاتها، البروش الهلال الماسي. هنلاقي في باترينا تانية فيها مجموعة من القصائد مكتوبة بخط الشعراء اللي كتبوها، من بين هذه القصائد أو الأغاني قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي بخط سيد عبد القوي كبير الخطاطين، وأيضا قصيدة هذه ليلتي بخط جورج جرداس، وأيضا أغنية الحب كده بخط عمنا الجميل بيرم التونسي، وقصيدة حيرت قلبي بخط أحمد رامي، وأغنية ليلة حب لأحمد شفيق كامل على ورق مكتوب عليه إن الورق ده كان من مكتب موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هنلاقي أيضا في هذه الباترينا عندنا صورة فوتوغرافية لوالد أم كلثوم الشيخ إبراهيم البلتاجي، وصورة فوتوغرافية لأم كلثوم مع أخوها
خالد بالملابس اليدوية اللي هي البلطو والعقال، ودي البداية اللي كانوا بيغنوا فيها في البداية بهذه الملابس البدوية، واللي تم الانتقاد الكثير منها. يعني كل انتقد أم كلثوم وقتها ايه البنت الغريبة اللي بتغني باللبس الغريب ده، وده بالفعل اللي خلى أم كلثوم كان لازم انها تغير من زيها البدوي ده وتبتدي ان هي تلبس زي بقية البنات في عصرها. ولكن أم كلثوم كانت بتلبس زي عصرها باحتشام ووقار وهيبة، ملابس جميلة تناسب شخصيتها وأصلها الجميل. هنلاقي عندنا أيضا صورة فوتوغرافية تانية لأم كلثوم وهي بتلبس أو على صدرها نشان الكمال، وأعتقد أن الصورة دي هي أخذتها بعد ما تم منحها النشان مباشرة، لأن شكلها فيه كان صغير في السن. فتدينا أخرى هنلاقي فيها مجموعة من مشغلات الاسطوانات والراديو ومجموعة من الاسطوانات الخاصة بأم كلثوم وغيرها من المطربين، فضلا عن أن في فاترينا تانية موجودة عندنا فيها مجموعة من الأحذية والشنط الخاصة بسيدة الغناء العربي. وأيضا هنلاقي عندنا صورة فوتوغرافية بحجم كبير لسيدة الغناء العربي أم كلثوم وهي تجلس على الشازلونج وهي في سن صغير حوالي 18-20 سنة، وكانت صورة جميلة جدا من الصور الجميلة فعلا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم ومن الصور النادرة ليها أيضا. ده فيما يخص القاعة الرئيسية الخاصة بالمتحف. الحقيقة إن في قاعة تانية لا تقل أهمية عن القاعة الرئيسية اللي فيها المقاولات الخاصة بأم كلثوم، وهي قاعة السينما. والحقيقة إن قاعة السينما دي بيعرض فيها فيلم تسجيلي عن أم كلثوم بيقوم بالأداء الصوتي في الإعلامية الكبيرة والإذاعية العظيمة أمال فهمي، ومدة الفيلم ده 26 دقيقة. والحقيقة أن الفيلم ده جميل وثري ليس فقط لأنه بصوت أمال فهمي، وليس فقط لأنه يتحدث عن أم كلثوم إبراهيم، ولكن لأنه تم التسجيل فيه مع مجموعة من كبار السن اللي عصروا أم كلثوم إبراهيم ووالدها ووالدتها ونشأتها وهي صغيرة، وأن إزاي كانوا بيتنبؤوا أن البنت دي هيكون ليها مستقبل كبير في يوم من الأيام. يعني الحقيقة أن أم كلثوم بعد ما عملت أغنية يا مسهرني كان المفروض أنها هتقوم بغناء أغنية أوقاتي بتحلو معاك، ولكن للأسف الشديد لم يمهلها المرض ولم يمهلها القدر أنها تقوم بأداء أغنية أوقاتي بتحلو معاك. وأثناء البروفات تعرضت لمرض التهاب الكلى وسافرت إلى لندن لتتلقى العلاج، وقبل سفرها كانت قد طلبت من الشاعر صالح جودة أن يكتب ليها أغنية عن نصر أكتوبر العظيم، ولحنها ليها فعلا الفنان الكبير الموسيقار رياض الصنباطي، ولكن للأسف حالتها اتدهورت جامد جدا وانقطعت عن تقديم الحفلات. وكانت آخر أغنية أدتها أم كلثوم في حفلة من حفلاتها هي أغنية ليلة حب، وده كان في 17 نوفمبر سنة 1972 ميلادي. توفيت أم كلثوم كوكب الشرق الهرم الرابع في يوم الاثنين 3 فبراير سنة 1975 ميلادي. خرجت جموع الشعب المصري الجميل في جنازتها تودعها الوداع الأخير لمثواها الأخير في جنازة مهيبة عبرت عن قد إيه أم كلثوم إبراهيم أثرت في وجدان الشعب المصري والشعب العربي، وقد إيه كان ليها بصمتها في مشاعرنا ووجداننا سواء في الأجيال السابقة أو الأجيال الحالية أو الأجيال القادمة. وخرجت جنازتها من مسجد عمر مقرب في ميدان التحرير بمشهد مهيب
جنازه كبيره لسيده الغناء العربي اللي قدرت انها تشكل وجدان المصريين والعالم العربي، وقدرت انها ترتقي بالفن المصري وترتقي بالوجدان العربي والمصري في فتره من فترات التاريخ المصري العظيم. ثمن الفن الجميل زي ما دايما بنقول عليه ام كلثوم، اللي قدرت ان هي تغني القصائد في وقت كان منتشر فيه التقطيق او الاغاني الخفيفه اللي ما فيش فيها مضمون قوي، قدرت انها تحارب طواحين الهواء زي ما بنقول، وقدرت انها تكون قد المسؤوليه وتغني قصائد باللغه العربيه وتخلي المصريين يحبوا القصائد دي. طبعا ام كلثوم ابراهيم كانت شهيره بان اول خميس من كل شهر بتقيم الحفله الخاصه بيها، واللي كان المصريين بيستنوها سواء بان هم يحضروا الحفله او ان هم يسمعوها في الراديو عشان يتمتعوا بالطرب الاصيل والغناء العربي الرائع الجميل الصحيح. في النهاية أنا بتمنى إن حضراتكم تروحوا تزوروا متحف أم كلثوم، المتحف الجميل اللي من خلاله بنحس إن إحنا ممكن نكون شفنا سيادة الغناء العربي أم كلثوم، إحنا من الأجيال اللي ما حضرناهاش، فمن خلال نشوف مقتنياتها ممكن نحس إن إحنا شايفينها ونتصل معها روحيا، خصوصا إن كمان بتكون أغانيها شغالة وإحنا جوه المتحف، فده طبعا بيدي نوع من الاتحاد الروحي، بنعود للورا للزمن الجميل واغانيه والفن المصري الجميل الاصيل اللي بيرجعنا لجذورنا وبيعرفنا قد ايه احنا عندنا تاريخ فني وغنائي عظيم ومليء بالمواهب الفنيه والمصريه الجميله. راحت ام كلثوم ابراهيم بجسدها، ولكن ظلت وستظل بفنها تمتعنا وتعلمنا الحب، سواء هي أو من شارك معها بكتابة الكلمات وتلحين الألحان وطباعة الاسطوانات. أم كلثوم كانت مؤسسة فنية هايلة صعب إنها تتكرر تاني، ومعجزة غنائية، معجزة إلهية وضعها الله سبحانه وتعالى في حنجرتها، وعرفت إن هي تستغل هذه المعجزة إزاي وتوصل بيها الى عنان السماء، وتقدر انها تحقق من خلالها نجاح كبير للفن المصري والفن العربي، وانها تشكل وجدان المصريين والعرب لفترات طويلة من الزمن. اتمنى اكون وصلت لحضراتكم صورة مبسطة عن متحف ام كلثوم ابراهيم، واتمنى انكم تكونوا حسيتوا باللي انا قلته وتحسوا ان انتوا جوه المتحف فعلا، بس هتمنى اكتر انكم تزوروا المتحف وتفتكروا اللي انا قلته عن المتحف لكي تستمتعوا بما قلته من خلال السمع والرؤية ايضا. بشكر حضراتكم جميعا وبتمنى ان اكون قدرت اساعدكم في زيارة النهاردة. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم دكتورة هايدي أحمد موسى مفتش آثار بوزارة الآثار. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.